أحلام العبدلي اليوم مباشرة من مجلس نواب الشعب. العادة أحلام تبدأ معنا لهنا، هي في الإنتاج والإعداد اليوم، خيرت أنها تكون على عين المكان. سنجيب شي بحوار وطني يضم اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف ولا أحزاب السياسية، باش اون فوا بور توت تقول انت، حتى يتم النظر حول نفس الطاوله للمشاكل الاقتصاديه والسياسيه. عمليا هل بدا التحرك في هذا الاتجاه؟ هل بدات المشاورات؟ وقتاش تتوقعوا انه ممكن تتعقد، اذا نجحت المبادره تتعقد هذه الجلسات؟ اولا هو البيان خرج البارح، والبيان هو نتيجة التقاء متاع أربع مكونات رات أن تتجه إلى الرأي العام وإلى القوى المعنية باقتراح أننا نتوافق على حوار وطني حول المحكمة الدستورية، إصلاح النظام السياسي، إصلاح النظام الانتخابي، خارطة طريق للخروج من الأزمة بعد الكورونا، الأزمة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية والقضية الليبية. هذه قضايا شائكة وعليها خلاف وتغذي في صراعات وما تنتظرش. فالنداء خرج البارح، شنو تفاعل الأطراف مازلنا نشوفه، وربما الظروف باش تنضج هالمبادرة هذه مازال تطلب شوية وقت، وهالوقت هذايا مش انتظار وليدين مكتفه، وإنما هو اتصالات وحوارات مع الأطراف المعنية، مع اتحاد الشغل، مع اتحاد الصناعة، مع المحامين لعبت زادة من بداية القرن الماضي في الحياة الوطنية دور مؤثر، لأن فما قوة رمزية الرابطة وغيرهم من المنظمات بتاع المجتمع المدني والقوى السياسية، سواء اللي في البرلمان أو خارج البرلمان. باش تعتبروا أنه المبادرة هذه نجحت، شنو الأفق الزمني اللي مثلا لو تنطلق في شهر جويليا تعتبروه نجح ولا لو تنطلق في شهر سبتمبر الجاي تعتبروها نجحت ولا؟ هي الوقت هوني وقت سياسي في علاقة بتفاقم الأزمة، إذا كان باش تولي اضطرابات في البلاد، وإذا كان باش تولي اعتصامات، وإذا كان الوضعية باش تفلت نسبيا على السيطرة يولي مخ، وهي مجعولة باش نحلوا طريق يحافظ على المؤسسات ويحافظ على الشرعية ولكن يتجاوز القصور متاعها. فما قصور في الأداء، هذا ما فيش حتى كلام، والناس راهي تنتخب الناس باش تخدمها مش باش تقعد تفرج عليها. وراو فما برلمانات منتخبة في لبنان مثلا، الشعب اللبناني ثار عليها، فما نحبوش نوصلوا لك المرحلة هذيك. فوقتاش هو قبل أن تتفاقم الأزمة. محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس كان ضيفنا البارح سي نجيب الشابي، وكان تحدث على حملة